برضو هنا من ضمن الحاجات كيان الاهلي. كيان الاهلي، الاهلي اتفرض عليه لاسمه ولتاريخه ولشعبيته وللمساحة الكبيرة الرياضية، المساحة الرياضية الكبيرة اللي واخدها في بلدنا، اتفرض عليه انه لازم يكون ليه دور مجتمعي، دور تنموي، دور تفاعل مع المجتمع. عشان كده احنا فكرنا في مؤسسة الاهلي المجتمعية، وكانت برضو موجودة في برنامجنا. الحمد لله المؤسسة يعني يمكن تأسست، تم اشهارها، تم اجتماعاتنا، قريب جدا اول مشروع هينطلق. ولو انتم شايفين كده تاني هتلاقوا برضو الاهلي موجود، الكابتن علي ابو جريشه، اثنين من رموز الرياضه الكبار اللي الناس كلها بتقدرهم، كابتن علي ابو جريشه وكابتن محمد رشوان كابتن مصر في الجدود. الاثنين خلقيا والاثنين رياضيا الحقيقه يضيفوا لمؤسسه الاهلي المجتمعيه. من هنا مؤسسه الاهلي المجتمعيه بقت شعارنا الاهلي للجميع. الاهلي مش للاهلي بس، الاهلي للجميع، ودي مسؤوليتنا تجاه بلدنا. وقريب جدا هيكون هناك في مشروع ما بين الاهلي وما بين الدوله لخدمه محافظات كثيره موجوده باذن الله، مش هقدر اعلن عنه لغايه ما يتم التوقيع يعني ان شاء الله.